الله، هذا أول شيء يجب أن نعتقد به، الواحد الأحد الفرد الصمد وله صفات، عالم قادر حي مريد مدرك قديم أزلي متكلم صادق لا شريك له، ولا يرى الله، الله لا يرى أبدا لا في الدنيا نشوفه ولا في الآخرة. قسم من السنة والمسيحيين واليهود يزعمون أن الله إنسان يشوفه، أبدا. الله في القرآن الحكيم قال لموسى لن تراني، وهو موسى نبي أولو العزم، لن لنفي الأبد، ونحن ما نشوف الله، لكن من أين نعرف الله؟ من آثاره، نرى من آثار الشيء. أنتوا شايفين المهندس اللي بنى هذا البنيان؟ لا ما شايف، لكن كل واحد يقول لهذا البنيان مهندس. أنتوا شايفين صانع التلفون؟ لا، لكن إذا جاءكم واحد قال أن هذا التلفون ما إله صانع، تقبلون منه؟ تقولون إحنا مو شايفين. مو شرط، هذا القلم كل قيمته ربع دينار، صانع له أم لا؟ يقين صانع له. شايفين الصانع ماله؟ لا. الشيوعيين يأتون ويقولون منو شاف الله؟ الله مو موجود، لأن ما شايفين الله. إحنا صانع هالقلم ما شايفين، فإذا صانع هالقلم إحنا ما شايفين، فصانع القلم أيضا مو موجود؟ لا موجود صانع القلم.